تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء بتوزيع وتخصيص 5000 وحدة وخدمة سكنية، أعلن الشيخ خالد بن حمود الخليفة وكيل وزارة الإسكان عن استمرار الوزارة بتوزيع وحدات شرق مدينة الحد على المستفيدين. وفق الجدول الزمني الذي أعدته وزارة الإسكان لتنفيذ أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء بتخصيص 5000 وحدة سكنية، يواصل القائمون في الوزارة العمل على توزيع وحدات حي الجليع السكني، حيث قامت الوزارة بإخطار المواطنين المرشحين بالحضور إلى موقع المشروع لإنهاء الإجراءات الخاصة بذلك، متبعين كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة. نشكر سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على توجيهاته الكريمة والسديدة، وأيضا نشكر سيدي صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر على أمره الكريم بالإسراع في توزيع 5000 وحدة سكنية، واليوم الحمد لله احنا في الحد في حي الجليعة تم توزيع الوحدات السكنية تنفيذا لأمر صاحب السمو. اليوم في أثناء التوزيع الحمد لله بينا للإخوان المنتفعين جميع الإجراءات والأنظمة اللي إن شاء الله بتساعد المواطنين في النزول إلى منازلهم، ونسأل الله أن ينزلهم منزلا مباركا في هذه المنازل ونتمنى لهم كل خير. عملية التوزيع ستستمر على دفعات متتالية من أجل استيعاب أعداد المستفيدين بصورة منظمة، خصوصا وأن الوحدات التي يتم توزيعها بحي الجليعة اكتملت نسب الإنجاز بها على صعيد الأعمال الإنشائية والبنية التحتية. متواجدين في مدينة شرق الحد لتوقيع العقود مشروع شرق الحد، وطبعا احنا سعداء لمبادرة سيدي ولي العهد رئيس الوزراء في تسريع تسليم وحدات السكنية. طبعا احنا دشينا المدينة وشفناها وجدا مستانسين منها، ومنطقة شرحة، والحمد لله يعني احنا ما طلعنا من محرق، نازلنا في منطقة محرق. اشكر سمو ولي العهد ورئيس الوزراء على المبادرة هذه اللي قالها ان تسريع في توزيع بيوت شرق الحد، والحمد لله رب العالمين، ونشكر الحكومة الرشيدة على ما يقدمونها المواطنين. اول شيء نشكر سمو ولي العهد على يعني امر السامي في تسريع توزيع الوحدات السكنية على المواطنين، وتلقيت الخبر من وزارة الإسكان كأي مواطن يعني مستحق، وطبعا أول من درى الوالدة الله يحفظها، والأهل طبعا استانسوا. جهود متواصلة للانتهاء من تسكين المنتفعين في حي الجليعة بمشروع شرق الحد الذي يتميز بالحدائق المخصصة للأطفال والمساحات المفتوحة وأعمال التشجير، فضلا عن المسارات المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية والتي تمتد على طول الشريط الساحلي المحيط بالمدينة. مشروع مدينة شرق الحد يعد أحد الروافد الأساسية لبرنامج وزارة الإسكان وأيقونة متميزة ضمن مشاريع المدن الجديدة في المملكة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.